سبعة أشهر ما في أي أثر لبنتي؟ إذا لا أمه ولا بيها معه هي وين؟ من شو خوفك الأكبر؟ إنه يكون بيعها. بس هذه معلومات خطيرة عم بتقوليها على الهوى، عم تتهمي أب ببيع بنته؟ خلينا نطلبه بليز. ألو فريق أحمر بالخط العريض موجود قدام باب بيتك. البنت وين؟ سكر، رجعوا طبول الرياض.